ننتقل إلى استبدال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة. النهاردة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن الوزارة بدأت في التواصل مع كافة محافظات الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات الميني فان كسيارات أجرة، والبدء في تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات بديلا عن مركبات التوك توك. الوزارة بتتعاون مع وزارة المالية أيضا والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج الاستبدال وإحلال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة مثل الميني فان وتعمل بالغاز الطبيعي. أيضا الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك، وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات ميني فان مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك على التصدير فقط. والحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعي التوك توك لخفض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز. وقال شعراوي إن الوزارة تقوم بمراعاة الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال برنامج مشروعك الذي تنفذه الوزارة، وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.